إذا شعرت أن الله يتابعك فاسجد لله شاكراً، معنى ذلك أنه مطموع في شفائك من هذه الأمراض، تماماً كما لو أن إنسان معه التهاب معدة حاد، هذا مرض قابل للشفاء، الطبيب يفرض عليه حمية صارمة جداً. أما لو واحد معه ورم خبيث منتشر في أمعائه وسأل الطبيب ماذا آكل؟ قال له كل ما شئت، ما في أمل، لأنه يعني أخطر شيء أن تخرج عن العناية المشددة، وأعظم شيء أن تكون ضمن العناية المشددة. إذا الله عم يتابعك باستمرار، أي خطأ تابعك نبهك ساق لك بعض المصائب، يجب أن تذوب محبة لله، لأنك ضمن العناية المشددة، لأنه مطموع في شفائك من هذه الأمراض. أما الذي شرد عن الله شرود البعير تنطبق عليه الآية الكريمة، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. أريد أن أؤكد لكم أن الله إذا تابعك وحاسبك في الدنيا حساباً عسيراً فهذا من نعم الله الكبرى وعزتي وجلالي. لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقماً في جسده أو إقتاراً في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت. دققوا الآن، حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. أعيد الحديث، وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقماً في جسده أو إقتاراً في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه.